سيلو في يدي كنحس براسي يلا بادي عدياني في موتي غيفرح واد الشير عادي عدياني في موتي غيفرح واد الشير عادي في محكمة الحياة ربي هو اللي قادي yeah. قالوها ناس زمان ما كاينش مع من بحال جاي من لافيني شكون غيحس بفني كيتسناو مني غالا فوطرة تي حد ما كامل كان ربي كنقول الواقع انا كاع ما كنغني امتى زهري غيتقاد وغنقطع في الباطو كاع ما عندي عيد ميلاد ما كنلحسوش الكاطو زهري طيحني في بلاد باغي حلف الناطو كلشي فيها كيتزاد دموع البوفري شاطو yeah. شحال من ساطة هربت من الدار بسباب العار دخلت لبوفة دراري صغار ولات كتسعار والحكومة قتلت الشعب بغلاء الأسعار أوكي يا صحاب السلطة دارو ما بغاو قانون الفرضة ولد الشعب كايتش منا غير خدمة وماندا بلادي عطتني وردة طلعت شوكة وسط الجاردة نيكس ليفل بقيتي في سبعة جبتك باندا دبلومات في البلاكار برو مرولي جمعة بنهار سبت البار المغربي مديفولي عشيري قطع البحار ضرب الشهر جعرفولي عشيري مات في الفراش اخر كلمة هولي هولي سولوني علاش ما قرايش بعد الشامية في القسم دخلت الجيم بدلت الشخصية بدلت الاسم صرفت قرايت الزنقة حطيتها فوق الريتم يا ربي سامحني عارف راسي كانت ديغا الايتم كيلي مينيوم خسار براك احدى قصار واخا هما جيران جمعهم كفن قبار قالوا عندك تهدار البوفري دمو حار غطبق اللي كنقولو ما عندكش الحق تختار بلا ما تسميني رابر انا دابا غا انسان 2023 باقي الضحك في البرلمان صحافي كتب ديوان طرقو عليه البيبان نكتب عليك لا قلت لك هادي بلاد الامن والامان يا ماتريز لازول العشران معكم باريسات مع السولو بدلو شوية الانترو واش برو كوي باريسا لك وحشة كبيرة مرحبا بك عندنا في البيت ريس الله يحفظك الله يحفظك يتشوف على الدراري كنشوفكم اش هاد الغبور اللي غابر اصحابي لا يا ما غابرش انا راه ما عمري ما غبرت واخا ما يلا دابا صورت يلا لحد دابا بواحد جوج سيمانات كليب ناضوا فيه المشاكل حتى قال لك التجاره في البشر وهذه فهمت اش كتبوا والله كرينا في لوكا بغينا نديروا داك الشيء واقعي فهمتينا اخو باريسا ساعه بنادم ما قدرش فهمتي ومن حقه مع القاضي بلاتي بلاتي عاود لينا بعدا لافير كيفاش بدات من الاول كيفاش دازت بغينا نديروا الكليب فهمتي حنا عندنا انا وولدي حارقين فغنمشيو بغينا نكريو في لوكا ونديروا داك الشيء في حقيقي ولكن ملي درنا هذاك الشيء تفكرنا بان هذاك الشيء فيه الحبس وفيه تجاره البشر وخصوصا دراري فهمتي يلا شي دراري تشدوا الله يطلق سراحهم فهمتي قلت نيفيتيو وجبت جرين سكرين فهمتي وعلينا الدرون وبحال داخل الاعالي البحار تيبان هذاك الشيء بحال اوريجينال فهمتي لحقت هذاك الكليب ويلا صورت كليب جديد عاوتاني وانا ماشي حتى هو غيكون الخيال العلمي هو ما حتى شي حاجه اللي غدير بوم وطوندونس ولا كنديرو موسيقى اللي كنرتاحو فيها خويا باريسا واللي كتمزكنا واللي كتمزك والدينا ما بقيناش كنخسرو الهضره ما بقيناش كنديرو بزاف د الحوايج بحدك حتى كتكبر وكعارف الموسيقى حتى هي كتديفلوب وتحيه لخويا سليمان اللي كيصور معايا واقف معايا من بكري تحيه لخويا الراوي ديما معايا وكيسجل لي علاش نسولوك اخويا ايوا وي هذا السؤال ما سولتكش اول مره فاش صورنا هذا الكونسيبت ديال الجليسه مع باريسا امتى بديتي بالضبط الراب بالضبط الراب بديتو كان ملي لاح البيك هذيك الساعه ديال مغاربة تالموت انا ديك الساعه بديت كان عجبني الالبوم ديالو فهمتي حتى احسن البوم تيبقى حتى لدابا انا هذاك الالبوم تمزكت ليه ومع بان لي اندر جراوند من تما بقيت اندر جراوند تنشد ورقه وستيلو ما دخلت للاستوديو حتى 2000
10 بحال هكاك عاد دخلت للاستوديو وبقيت اندر جراوند حتى لدابا. وداك الشيء علاش ما وصلتش؟ لا بالعكس. لا ولكن بغيت نعرف في المغرب علاش بالضبط؟ في المغرب اولا ما كيبقاش فيه الحال فهمتي، حيت عندي غادي على واحد المبدا. هذاك الشيء اللي كاين في امريكا راه كاين في ستريت، كاين امانه مساكن له واحد الرابور تا هو اندر جراوند ساكن حداه، ملي كيخرجوا للستريت كيمشيو عند داك الرابور كيتصوروا معاه وكيعطيو قيمه على داك الرابور اللي معروف واش فهمتي. واللي بغى الله هي اللي تكون تحيه العشره. لكن كنعاودوا نرجعوا لهاد البلان ديال الاندر جراوند، يعني علاش اغلبيه كيكون اندر جراوند كيتزاد واحد شويه كيقلب؟ بغيت نعرف علاش السبب، واش ما يقدرش مثلا الراب ديال الراب لي اندر جراوند يوصل حتى هو لا زعما بنادم بحال ملي كتدخلوا الفلوس. دابا انا يقولوا عليا حتى شي انت لا دخلاتك الفلوس وهادي واللعيبات اوروبا في امريكا فرنسا كيبقاو اندر جراوند اصلا، تيقول لك لا دخلاتك الفلوس وهادي وهادي غتقلب وجهك كاين تنشوفو في كومونتيرات وغتبدل بحالهم. ولكن راه الله خلق الريوس باش ترتاح، راه كله لي برينسيپ ديالو كله. انا كون بغيت نقلب زعما كون راه انا بديت شحال هادي راه نقلب السيل شحال هادي وغنبقى غادي، وانا لحد الان باقي في نفس السيل. اللي قلت لك اخويا ايوب حكم انك انت قديم في الدومين، علاش الاندر جراوند في المغرب بحال مثلا بحال فرنسا كتلقى رواب اندر جراوند كيبقاو بنفس السيل عايشين يعني من داك الشيء، يعني الراب المزيكا ديالهم كتطور في لي راديو بزاف ديال ديال هنا. لا هنا غير كي هنا كيوصل مثلا واحد حيت حنايا هادوك عندهم حريه التعبير اخويا باريسا، عندهم ما عندهمش الحق يشدوا بنادم رابور تيدير الفلوس، وعندهم دي بواط برودكسيون فهمتي ودي لابيل اللي كيتكلفوا بهم، ما يقدروش زعما يزعموا عليهم المخزن ويشدوهم ولا شي حاجه. هنا لا، انا رانا كنت نغني كان بوليسي ساكن حدايا المهم بلا ما نسميو، اكنلوح شي فريستايل كيجي حتى تلقاني من غام ولا شي حاجه كيشدني على قبل هذاك الفريستايل. كنطلع للدار برنوسي في البرنوصي وكناكل العصا ديالو بصح، وتيجيبوني على الشراب ولا كيجيبوك على شي حاجه يا ربي تعفو علينا. المهم انا مابقيتش كنشرب الحمد لله، تيشدك كيما الخيك هو كينتقم منك بسبب حتى انتقدتي واحد اللعيبه. وحنا راه شوف راه حنا ولاد الشعب اخويا باريس، وتا هو راه كابر يعني غتلقاه. لا هو هو بوليسي واش فهمتي، هو بوليسي هو خاصو تيقول لك فهمتي يده مطويله عليه. حنا ما علينا من هذا الموضوع، انا نبقى اندر جراوند. انا ملي كنشوف الورقه والستيلو راه ملي كنحط الستيلو راه تيمشي لك الصولو. نبقاو في الموضوع ديال مثلا فرنسا كتلقى بزاف ديال الرواب اندر جراوند واصلين كيغنيو كتلقاهم كاع دايرين فلوس وكيغنيو لديك الشيء ديالهم وديك كيبقاو كيف ما هما. علاش حنايا رواب راه تقريبا تبارك الله ولا عندنا عندنا نيفو زوين الصولو، يعني علاش مثلا دوك لي بواط دو برود مثلا هذيك لابيل اللي غتجي انت تسيني معاك باش تبدل السيل ديالك، علاش ما تفرش السيل ديالك تبقى كيف ما انتايا ويسينيو معاك بدوك لي كونديسيون بداك الشيء ديالك وتطلع بحال هكاك؟ نعطيك واحد المثال سمح لي الله قاطعتك. تنمشي لواحد استوديوات في كازا كنمشي ليهم بعاد شويه، ملي كنبدا نسجل اون فوا كنخرج السطوره مول المايك مول الاستوديو كيحبس تيقول لي ما نقدرش نسجل لك اخو. ويلي اقسم بالله فهمتي بنادم شوف وقعت لك هادي وقعت شحال هادي فهمتي، وماشي وقعت في بزاف ديال الاستوديوات في كازا. وادي تتشوف زعما الحكومه وهاد الشيء وهادي قامعين، واخا تقول لك حريه التعبير راه كاين شويه القمع فهمتي. لا حرشتي في بارول ديالك ضروري تقمع، حساك مالي لي ستوديو اللي كطلق جوج كلمات يستوبيك يقول لك لا ما نقدرش كيخاف على المحال ديالك. يعني حتى حنا راه عندنا مشاكل واش فهمتيني، صعيب باش تكمل في هاد العيد. وغنبقى اندر جراوند حتى الكفن. شي ميساج خفيف للناس اللي غيشوفوك اول مره؟ ميساج خفيف الدراري اللي شافوني شحال هادي وعاقلين على هاد الفيزاج، كنقول لكم السلام عليكم، كنشوفكم واحد واحد وراكم في القلب. الدراري اللي شافوني اول مره تسناوني راه جايب الجات راه خدام على واحد لوبي فهمتي، كل فيلينك ماشي اندر جراوند. لا هي ماشي هي راه ضروري تدخل الاندر جراوند في جوج سطوره ولا هذه، هي كل فيلينك تقدر تمزك لها انت والوالده الوالد فهمتي، عائليا تلقى في الطوموبيل ان شاء الله هي اللي خدامه تخرج بكليب فهمتي، تخرج كليب بكليب. تحية لسليمان والراو شي اللي كاين، تحية لكاع العشران، نتسناو فيديو جديد.
رابر جديد يوتيوب خويا باريس تحياتي يا برو لاس ومرحبا بك اخويا باريس كنشوفكم على 10 سيبورت الدراري يا فري ستايل عاوتاني فخاطر لي كيحق كلامي ما عنديش انا لي فان عندي خوتي لي زامي كنتيق في الله والوالدين ورقة قلمي تجوش بالمزيكا وبغينا نديرو اون فامي 2023 وباقي نفس الاخبار باقي نفس الوجوه في البرلمان منوضين الكار باقي الحقرة والفساد زيادة في الاسعار باقي الفقر والدموع ساكنين في كل دار واش غنقول لي غايت قال قلتو شحال هادي واش بالصحة الحكومة هادشي اللي كديري عادي شكون المسؤول اللي باقي كاين في بلادي لقيتو لبو فلي درويش وراضي ياك جامع فيها الجوندار ولا كوميسارية ياك النيبر وكيتباع في الصاكة وديزا نقية ياك اللي دوالة حقو في هاد البلاد مورا القرية كندوي بلسان العشران اللي في الدروب الملسية شعب التقهر كيطالب بحقو اخنو زاد في البوطة الحليب الزيت الدولة بوفري رزقو مع بعضياتهم كيفرقو نخاف عليكم من هاد الجيل نوع على خزيت وجدو فورة الشغرة الشباب بغي يقدم ما عطيتو لا غلب ليا والدروقة تدماغ تبلوكا لا دار لا وليدات لا خدمة لا جان كتحلم داكشي علاش دراري صغار هزو الساقص دو الفلوكة تبع السيفي تاخ جواب بقا تهنا اشعل التيفي رافدو زين بتوزي غنا ساقلو السياسة في الدين وكيحلو بالجنة والدرويش ربو عوين كيتسنى الموت جنة خرجوا من السلوكة دخلوا الارض الواقع هضروا ترى البوفري طيح دمه حيت ملقاش الماكلة حتى لا بغينا نعبرو مالين الوقت كيحضروا تحية المناضلين لمور القرية وحلا الخبز والضو الماء 2000 درهم ما قد والو حتى من رئيس الحكومة ديال الشعب ديالو قبل ما يشد البلاصة شل كلام زوين قال غير سخن البلاصة ضرب العاقة ومشى في حالو ود لفشوش ما على بالو العاقة تحت المخدة ولد الشعب ما عندوش صالير باش يتخدى اخر نوش بغي ربينا هاد الشي خارج من دوش قبل ما يزيد في المغدة ياه اوكي حودة فريستان خارج من القناة مشالينا كلش لا باسا ديرو اون ديما ديرو هاي هاي هاي